العربية على الإرهاب في خلال فترة قصيرة جدا جدا، وتمتد هذه الروح لاستكمال المعركة الأكبر في تاريخ مصر، وهي التنمية وتغيير شكل القطاع. دور مجاهدي شمال سيناء يا فندم في مساعدة الجيش؟ والله ده دور طبعا يعني دور عظيم، وسواء في الحرب أو ما قبل الحرب هناك أسماء تخلد في التاريخ، وما زال المجاهدين ومن متواجد منهم ومن ينتمي إلى قبائلهم وأسرهم حقيقي بيجاهد معانا، وجاهد معانا كثيرا جدا، وخاصة في معركة الإرهاب، وما زالوا بيحاربوا معانا في كل الاتجاهات، وبيحاربوا معانا كمان في التنمية. شكرا جدا.